صلوا على خير الورى، أعني النبي الأنورى، من معجزات المصطفى الماء من كفه الشريف جرى. ألف أصلي على النبي الهاشمي العربي محمدا، آياته في الكتب مستورة لمن قرأ، باء به من آمنا نال السعادة والمنى، الجذع للهاد انحنى واخضر ثم أثمر، جيم جرى دمعي وراق لمكلتي يوم الفراق، شوقي إلى راعي البراق في الليل حقا قد سرى، صلوا على خير الورى به المسيح بشرى. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، في شهر ميلادك الشريف أهدي إليك عبير سلامي وطيب كلامي، فاقبل منا حسن تحيتنا واقبل منا طيب الكلام. يا مولد المصطفى جدد لنا أملا، ويا ليالي الهنا عودي لنا عودي، يا أمة الإسلام هذا دينكم ونبيكم فاستمسكوا واسترشدوا. جاء الربيع إلى الديار فهللت واستبشرت بالخير والإنعام، وتدفقت أنوار ربك للورى، تجلو القلوب بأطيب الأنسام. ولد اليتيم محمد في فرحة، يا مرحبا يا سيد الأيتام. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، نحن في عزاء والدنا عمي الحاج هيكل سعدون رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان، والد كل من الحاج عبد الستار سعدون رحمه الله، ووالد كل من الأستاذ طارق سعدون رحمه الله، ووالد كل من الأستاذ سيد هيكل رحمه الله. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات على آثارها الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، سبحانه وتعالى سبحان الله. فاللهم ارحم ميتنا وأسكنه فسيح الجنان، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبره نورا، عن يمينه نورا، عن يساره نورا، من فوقه نورا، من تحته نورا، واجعله نورا على نور يا ذا النور يا الله. أيها الإخوة الأحباب، نستهل ليلتنا وأمسياتنا الدينية هذه بصحبة علم قرآني وقارئ إذاعي جال البلاد من دول العالم الإسلامي لإحياء القرآن الكريم فيها. حقا إنه يوم أغر وليلة زهراء، قد تم فيها الصفو والنعماء، إني أرحب به في بلدته فإنهم من صفوة الأخيار وهي وضاء، لله ما أحلى ليالي بلدتنا بها تفوز وتسعد القراء. مع العلم القرآني فضيلة الشيخ صالح علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقرية الجميلة بمركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، فليتفضل مشكورا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له وعليه بفتوح العارفين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبير أباكم قد أخذ عليكم
عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. واسأل القرية وسل القرية وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل إنه هو العليم الحكيم.
وتولى عنهم وقال يا أسفا وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله
القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ما شاء الله.
فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. قال لا تثريب عليكم اليوم. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. قال لا تثريب عليكم اليوم. قال لا تثريب عليكم اليوم. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على بصيرا فلما أن جاء البشير ألقاه ألقيه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف آوى
قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه لماذا الحرص والدنيا زوال ولا يغني غدا أهل ومال وجمع المال في الدنيا ابتلاء ويوم البعث أحمال ثقال وليس لنا سوى الله وليس لنا سوى الرحمن مأوانا وليس لنا سوى الرحمن مأوانا إليه مآبنا حق يقال وأن رسالة المختار طه تبشرنا بخيرات تنال فطب نفسا يا أخي وارضى به ربا يطيب لك الحلال وسله إنه رب رحيم عادل لغير الله قد ذم السؤال.